اذكر أصباغ نستخدمها في المنزل. يلا عمر. أصباغ مائية. لا تتقرب على الطاولة، يجوز بها كورونا. يا معود. أوكي. دقيقة. تعال. محسن؟ أحسن. يلا عمر. هسه أريد من عندك جواب. سؤال، اذكر أصباغ نستخدمها في المنزل. البنتلايت. البنتلايت. خلينا نشوف. البنتلايت. صح. أصباغ الجدران. الاحتمال الرابع والأخ رائد. أصباغ، اذكر صبغ واحد نستخدمه في المنزل. أصباغ الخشبية. ها؟ أصباغ الخشبية. الأصباغ الخشبية. خطأ. لم يأتي بالاستبيان. هذا الخشب غير. خلينا نشوف شنو. عمر قرر. إلكم لو إلهم نروح نلعب وياهم. لأن أنت صاحب الكبسة وأنت صاحب الجواب. فمن حقك. إن شاء الله نبدي إنه. إلكم؟ إنه. تفضل أخوي رائد. شكرا. وتفضل أخ عمر. وخلينا نشوف تالي. تالي. نعم. اذكري لي صبغ واحد من الأصباغ التي نستخدمها في المنزل. أصباغ جلدية يعني. ها؟ أصباغ جلدية نسبخ بها أحذية. أصباغ الجلد. حقائي أصأني نسبخ بها أحذية جلدية. الأحذية. الأصباغ للأحذية أو للقمصة. أحزمة أو قمصة الجلد. خلاص. أصباغ. نعم. احتمال ثاني وصفها. صبغ الأظافر. ها؟ صبغ الأظافر. أصباغ الأظافر. نعم. لاشة التجميل ومروة. أصباغ الرسم. أصباغ الرسم. أصباغ الرسم. نعم. والاحتمال الخامس. إذا بقى عندكم احتمالين عمر وما عندكم ولا خطأ. ممتاز عمر. اذكر لي صبغ واحد من أصباغ نستخدمها في المنزل. شوف اللوحة، شوف ايش طلع، وتذكر شنو بعد. الأصباغ الخشبية. لا. الخشب أو هيك شيء. الأصباغ. أصباغ الخشب يعني. الخشب. أصباغ الخشب. الأصباغ الخشبية. خطأ. مو قال الأخ رائد وطلع خطأ. يلا سالي. هذا الخطأ الأول. أصباغ الحديد يعني مثلا ماسك دراجة أو. أصباغ الحديد. دراجة. سيارات يعني. سيارات. خلينا نشوف والله. سبراي يعني. يعني مو سبراي هذا. الخطأ. الخطأ الثاني ده أقول في المنزل. يعني مو البايسيكل برا او السياره برا. اذكر اصباغ نستخدمها في المنزل. من حقكم ان تتفقون، من حقكم ان تشاورون على جواب واحد. عندكم خطأين. صفا. اصباغ الشعر. اصباغ الشعر. صبغ الشعر. صح. واقوى احتمال